للسنة الثامنة على التوالي وتحت شعار قد التحدي وزود، انطلقت مسابقة النادي العلمي للعلوم والهندسة، وهي إحدى فعاليات البرنامج الوطني لرعاية الباحثين المبتكرين الشباب 2020. أبنائنا وبناتنا اليوم لولا هذا التعاون مع وزارة التربية لما شفناهم هني يسعون لتحقيق أحد أهم أهداف النادي العلمي كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وهو نشر الوعي العلمي، نشر التفكير العلمي. أنا بودي نشوف أبنائنا وبناتنا يتبنون هذا التفكير العلمي ويبتعدون عن أي تفسير آخر للمشكلات اللي تواجههم في حياتهم اليومية. هذه السنة الثامنة وزارة التربية حريصة كل الحرص على المشاركة في مثل هذه المسابقات، خاصة المسابقات العلمية اللي تنمي مواهب أبنائنا الطلبة وأيضا في المجال البحث العلمي. أنا أعتقد الآن نحن أمام جيل صاعد، أمام الآن متطلبات تتطلبها منا الثورة الصناعية الرابعة. الآن العالم كله قاعد ينهض في الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، الآلات الذكية، الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية. يجب على الكويت أن تلحق بركاب هذا الركب. المسابقة هي موجهة لفئة الطلبة من البنين والبنات، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وكذلك الكويتيين وغير الكويتيين. هي موجهة لكل هؤلاء الطلبة. فكرة المسابقة هي تقوم على تقديم مشروع علمي، هذا المشروع أما أن يكون بحث علمي أو يكون تصميم هندسي. هذا المشروع يحاول أن يحل أحد مشاكل المجتمع بطريقة علمية. هي مسابقة ابتكارات وليست اختراعات. المسابقة طبعا في مجملها تهدف إلى يعني تنمية البحث العلمي في المجتمع وتشجيع الطلبة على الاهتمام في البحث العلمي، محاولة من النادي العلمي لاكتشاف مواهب الطلبة، وكذلك لتبني هؤلاء الطلبة وصقل مواهبهم ومهاراتهم.